يعني كل حما ضد النظام كله. والله برافو. انا لي صديق صغير. انا لي صديق من الجزائر من حما بيستثمر في بيع الادويه والاجهزه الطبيه بتاع الاسنان. هو لقب عائلتهم هو ابو ملاز، يسموه ابو ملاز عدي ولا ما عدي 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 عائله إيه؟ عدي عدي. طبعا نحن في حماة التي نراها إلا في الجزيرة وفي من دون أي قناة أخرى، خصوصا وأن النظام السوري لا يريد أن يعترف بالمعارضة، فهي حماة صامدة، وهو العصيان المدني من خلال الإضراب الشامل بغلق جميع محلاتها وطرقها الفرعية.